لا يكاد جانب من جوانب الحياة ينجو من الفشل الذي يعم العراق منذ عام 2003، ولا تكاد شريحة تسلم من لظى الفساد والكساد الذي تتغلب فيه الحكومات المتعاقبة في العراق على نفسها كل مرة، وتحقق أرقاماً قياسية تكسر كل عام. المئات من موظفي المختبرات الطبية في وزارة الصحة ومن عديد المحافظات تظاهروا في بغداد للمطالبة بمساواتهم بأقرانهم في مخصصات الخطورة التي حددتها وزارة المالية بعناوين معينة، قبل أن تبدأ قوات مكافحة الشغب بتفريق المتظاهرين. هذه وقفة احتجاجية من كليات العلوم المتعينين في وزارة الصحة بقسم المختبرات. هذه وقفة من وقفات مستمرة تنتهي في حالة واحدة بس، إلا وهي تلبية المطالب للمتظاهرين، واللي هي الحصول على مخصصات الخطورة اللي انضربت بها شريحة، بحيث قسموا الكادر المختبري إلى أقسام باعتماد على شهاداتهم. قسم استلموا مخصصات الخطورة وقسم منعوهم بدون سبب اللي من مخصصات الخطورة. واليوم هنا في بغداد بمظاهرات عارمة، وإذا وصل الحال أنه نحضر اعتصامات سوف تكون هناك اعتصامات، وفي حالة عدم الاستجابة يصل إلى الإضراب، يعني إلى حين تنفيذ مطالبنا. إحنا أصحاب حق وليس مكرمة من المالية أو استجداء منهم أو أي شيء. المتظاهرون يؤكدون مواصلة اعتصاماتهم من أجل الحصول على حقوقهم ومساواتهم بنظرائهم، مشددين على أنهم يتعرضون للغبن منذ أشهر دون أن يلتفت أحد لمطالباتهم، الأمر الذي دفعهم لتنظيم هذه التظاهرة المركزية في العاصمة بغداد بهدف لفت الأنظار لمعاناتهم. فتحنا وزارة المالية، قلنا لهم إحنا مهن صحية، ردوا علينا رد كلش مهين وباستهزاء وما قبلوا يمشون شغلتنا. مع العلم إحنا مهن صحية وصار لنا سنين بهذا الشيء، ويوميه توزيعات، ويوميه نطلع تدرج، ومتحملين كل شيء، والله شنو انتم كيف عناكم اداريه، بس بالاساس احنا مهن صحيه، قسمنا اداره صحيه. الماليه اتخذت قفت قرار يعني من كيفها؟ انه العلوم نستبعدهم من جماعه المهن الصحيه، يعني ما يستلمون. زين ليش؟ جماعه العلوم يشتغلون بالمختبر، اكو بالاشعه، زين؟ يعني هم معرضين نفس الخطوره. يعني ابو المعهد اللي هو مهن صحيه، وابو كليه التقنيه هم مهن صحيه. يشتغلون ويانا بنفس المكان، احياء مجهريه، فيروسات نشتغل، زين؟ ليش هالاستبعاد؟ يعني ليش اتخذتي هذا القرار من كيفك؟ المفروض ترجع لوزاره الصحه وتقول لهم قوم يا جماعه العلوم مسموني لولا هم يعتبرون مهن صحيه، ليش راسا يعني استبعدتنا؟ من حق من حقوقه انه يستلم اسمها هي من الاسم مخصصات خطوره بدل عدوى، يعني الانسان اللي يكون على احتكاك مباشر بالاحياء المجهريه، فشغله غير عادله وظلم واضح. ظلم واضح في بحر الظلمات الذي يعيشه العراق اليوم، يتظاهر هؤلاء علهم يصلون الى حل لمشكلتهم في بلد لم تعتدل كفتا ميزانه منذ سنين طويله، وطغى طوفان مشاكله على ابنائهم واغرقهم في لجته. تظاهرات ومطالبات وحقوق مفردات لا تفهمها السلطات في العراق، فتتعامل معها غالبا بتجاهل أو بالقوة لإسكات أي صوت ترى أنه يزعجها، وهي سادرة في غيها مشتغلة بمشاريع أحزابها التي لا يملأ أفواهها إلا التراب.